السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق الجاسر. وشفتوا أكيد الشهر الماضي شهر يوليو أو جولاي من عام 2020 تحدي سبرايز مي لينوفو، جهاز لينوفو Y540 في بعض الألعاب. طبعا أنا اخترت الشهر الماضي لعبة كود أو كول أوف ديوتي. نقول مبروك للي كسب سماعة H300 مقدمة من لينوفو. حتى هذا الشهر معنا تحدي ثاني، ولينوفو وش أرسلوا لي لهذا الشهر؟ تستغني عن الماوس وأي كيبورد خارجي راح تستخدمه في اللعب. يبغوني أستخدم الكيبورد الخاصة باللابتوب ليجون Y540 مع التاتش باد اللي خاصة فيه، وهذا التحدي. بالإضافة أنه لازم أحط الجرافيك على أعلى شيء بكل قدرات الجهاز حتى نظهر قوة هذا الجهاز. وقالوا لي اختر لعبة من مزاجك. طبعا حطوا لي ألعاب مثل ببجي، فورتنايت، عندنا أبيكس ليجند أو كود أو أي لعبة أنا أبغاها. ولازم يكون التحدي على هاشتاج أظهر قوتك مع ليجن. بالإضافة أنه هذا التحدي لهذا الشهر اسمه No Mouse Challenge. طيب اللعبة اللي أنا اخترتها هالمرة بحاول أحط لعبتين، بحاول بقدر المستطاع أني يعني أجرب. للأمانة ما جربت أبدا ألعب لعبة بدون ما أستخدم الماوس. عندي لعبة اللي اسمها أوتو تشيس. أوتو تشيس هذه بحاول أني أستخدمها وأشوف كيف طريقتها في اللعبة. خلونا نركز على الجرافيك اللي موجودة في الجهاز. يلا يبغاني أسحب الحين. أوكي عندي الحين ما شاء الله فريق كامل. أوكي ايوه السلام فيكتوري. حلوه تجربه جميله اني العب بهذه اللعبه. شوف كيف طلاقه طوال الحين. يلا يلا كويس. طيب بحط لعبه ثانيه وخلوني اجربها. ايش رايكم نجرب هالمره فورتنايت؟ الحين نفتح الفورتنايت. خلوني اتكلم عن مواصفات الجهاز. لما اتكلم عن الشاشة، ليه اختاروا نوعية الشاشات هذه؟ حتى وانت تلعب ما فيه نور يعكس على الشاشة وممكن يغبش عليك وانت تلعب. بالإضافة كرت الشاشة انفيديا RTX، وهذا غني عن التعريف في تحمله وقدرته على تشغيل رسوميات عالية الدقة. يلا بنبدأ الحين في لعبة الفورتنايت. يلا وبدينا الحين التسجيل وبدينا باللعب. وقبل ما أبدأ لازم أتأكد أن الجرافيك أعلى شيء عندي. مشكلة أني دخلت بالغلط، ضغطت على جيم اللي هو بارتي اللي يتمشون فيه فقط. بحاول أسوي زوم أو أقرب لبعضهم عشان نشوف كيف. عندنا ممكن هذا هو التحدي. اللي حاب يدخل في هذا التحدي وممكن يقدر يفوز وانا اتوقع ان شاء الله انه كثير من الاشخاص بيفوزون، يشارك في هاشتاج اظهر قوتك مع ليجن، وان شاء الله راح يربح معنا سماعة احترافية مخصصة للجيمرز او للاعبين المحترفين اللي هي H300 مقدمة من لينوفو في تحدي No Mouse Challenge. هذه أطيب تحية، كان معكم طارق الجاسر، في أمان الله.